وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة السادسة في مادة التأمينات العامة وهو درس المخصصات الفنية. الحلقة دي بإذن الله الحلقة الأخيرة يا جماعة، ولو في أي ملاحظات أو أي حاجة بإذن الله أكونها وأعمل لكم حلقة وأنزلها لكم كحلقة أخيرة برضو، يعني دي بإذن الله الحلقة الأخيرة، ولو في أي حاجة أنزلها لكم في حلقة تانية. درس المخصصات يا جماعة الفنية من الدروس المهمة اللي بتيجي في جميع الامتحانات، بتيجي في جميع الامتحانات. عندنا بالنسبة لدرس المخصصات عندنا ثلاث طرق للمخصصات، الطريقة الاثنى عشر والطريقة الثمانية والطريقة الأربعة والعشرينية، الأربعوية والعشرينية. بالنسبة للطريقة الاثنى عشر جت في امتحان 2016، وبالنسبة للطريقة الثمانية جت في 15 وجت في 19 وجت في 2020، وبالنسبة الطريقة الأربعة والعشرينية جت في امتحان 2018. يعني الدرس ده يا جماعة باختصار درس مهم جدا جدا جدا، بيجي من 20 درجة إلى 30 درجة، من 20 درجة إلى 30 درجة، والدرس سهل يعني ما فيهوش حاجة صعبة علشان تقول إن أنا هضيع 30 درجة أو هضيع 20 درجة. بإذن الله الدرس كله سهل، والثلاث طرق بإذن الله كلهم متشابهين البعض، فأنت ركز معايا علشان ما تغلطش وعلشان برضو ما تشوفش صعوبة في الدرس. تعال نسمي بسم الله الرحمن الرحيم الأول. سمينا بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب اسم الدرس وهو المخصصات الفنية. بالنسبة للمخصصات الفنية قلنا عندنا كم طريقة يا جماعة؟ طرق المخصصات، طرق ايه يا جماعة؟ طرق المخصصات. أول طريقة عندنا وهي واحد، الطريقة الاثنى عشر، الاثنى عشر يعني بمعنى صح يا جماعة 12 بالعربي، تمام؟ الطريقة هي الاثنى عشر. ثاني طريقة، الطريقة الثمانية، الثمانية تمام يعني رقم 8 بالعربي. ثلاثة، الطريقة الأربعة، الأربعة والعشرينية، هي اسمها كده يا جماعة والعشرينية، بالأرقام 24. خلاص يعني عندنا طرق المخصصات يا جماعة اللي هو بيطلبها منك في الامتحان، إما يقول لك الطريقة الاثنى عشر باستخدام الطريقة الاثنى عشر، أو يقول لك باستخدام الطريقة الثمانية، أو باستخدام الطريقة الأربعة والعشرينية، الأربعة والعشرينية. كل طريقة ليها جدول معين وليها قوانين وليها كل حاجة مبسطة بإذن الله وسهلي. المهم إنك أنت لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو وكومنت برأيك، وشير الفيديو برضه لكل أصحابك اللي في المعهد علشان الاستفادة توصل للكل. هنبدأ نجيب كل طريقة لوحدي، هنبدأ نجيب كل طريقة لوحدي. طبعا محتاجة جدول والجدول طويل، فأنا هاخد الجزء اللي فاضل ده كله، هاخد الجزء اللي فاضل ده كله. معنا الطريقة أولا، الطريقة الاثنى عشر، أو اتناشر، أو يا جماعة أو اتناشر. هنرسم الجدول، نرسم الجدول، جدول مكون كالآتي. ومتكون من الشهر، ومتكون من القسط التجاري، واقسم لك الجزء ده برضو علشان افهمكم حاجة الأغلبية مش هيفهمها غير بالطريقة دي خالص، تمام؟ معانا هنقسم الجزء ده بالنص، نقسم الجزء ده بالنص، وهنقسم برضو الجزء ده بالنص، ونكتب الجزء ده بالنص. هل هو الجدول ده اللي خاص بالطريقة الاثني عشر؟ دول يا جماعة درس جدولين في بعض، دول جدولين هي في بعض. تعالوا افهمكم الجدولين اللي في بعض هي البيانات اللي فيهم. طيب تعال نتعرف على البيانات. اول حاجة عندنا هنا الشهر، وطبعا هو هيحدد لك في الامتحان الشهر، شهر يناير فبراير ابريل مارس والارقام دي.
تمام الشهور ده القسط، التجاري. القسط التجاري دي اللي هي المبالغ يا جماعه. تعال نكتب التواريخ الاول، اول شهر يا جماعه عندنا شهر يناير، في ناس كتير ما عرفاش عن الشهر، تمام. تاني شهر فبراير، تالت شهر مارس، رابع شهر ابريل اللي هو شهري وغلطت فيه، تمام. خامس شهر مايو، سادس شهر يونيو. طبعا فكرت الناس الامتحانات، ها تزعلوش يا جماعه، يونيو ايه ده مش عارف اكتب يونيو ولا ايه، يونيو تمام اللي هو شهر ايه، شهر ستة، يوليو شهر سبعة، يوليو ايه شهر سبعة بالنسبة ده للشهور. طب بالنسبة للقسط التجاري اللي هي بالضبط يا جماعة المبالغ، المبلغ بالنسبة للشهر كل واحد طبعا ليه مبلغ، المبلغ كل شهر ليه مبلغ في التمرين يا جماعة، المبلغ يبقى كل شهر هيدينا الشهور في التمرين وهيدينا القسط التجاري اللي هي المبالغ. بعد كده نظام ايه دول بالظبط، اما هتكتب القسط الصافي، وهتكتب المخصص، هتكتب القسط الصافي والمخصص. دول يا جماعه ده الجدول الاساسي، الجدول الاساسي متكون من الشهر والقسط التجاري والقسط الصافي والمخصص. طب ليه انا عملت كده؟ بيقول لك في احتمالين للحل، اما ان يسدد في اول الشهر او في اخر الشهر، يعني القسط الصافي ده اما يتسدد في اول الشهر او هي او في اخر الشهر. فبيقول لك اذا كان اول كل شهر، يا ريت يا جماعه تكتبوا بنفس اللفظ، اذا كان هي اول كل شهر هعمل ايه، هحل بالطريقه دي. واذا كان اخر كل شهر، يبقى اذا كان اول كل شهر هحل بالطريقه دي، واذا كان اخر كل شهر هحل بالطريقه دي. والطريقتين سهلين، فرقهم حاجه بسيطه خالص، يعني مش ملحوظه خلاص. بالنسبه للقسط الصافي هجيبه ازاي؟ هقول المبلغ، اكتب القوانين هنا ولا هنا؟ نكتبه من بره، علشان اجيب القسط الصافي يا جماعه نعمل عزل هنا علشان ايه تبقوا اختصرنا طرق المخصصات والقوانين لوحدهم. عايز اجيب القسط الصافي، القسط الصافي بيساوي ايه يا جماعه؟ بيساوي المبلغ، تمام. المبلغ فيه بالظبط فيه وعامل علامه القسمه، طبعا هنزل 100 تحت، طالما 100 هيبقى معدل، بس اللي فوق مش هيبقى المعدل نفسه، هيبقى مكمل المعدل، يعني لو مدينا 20% هيبقى المكمل بتاعه 80، يبقى 80 على 100 على 20. لو مديني 25 يبقى 25 على ايه؟ على 100. انا لاحظت ملحوظه يا جماعه في حكايه الدرس المخصصات الفنيه ده، لاحظت ملحوظه فيها، هو اعطاني 20 في التمرين، عشان هي 20 في التمرين، لقيته بيقول لي هنا من فوق 100 وتحت 120، يعني المكمل ليه بس اشمعنى يعني قال لي 100 على 120 مش عارف. بصيت في مثال ثاني لقيته 25% المعدل، بصيت على الحل لقيته المكمل بتاعه 75% على 100. طب ليه طيب هنا في ال 20% ده عمل لي 100 على 120 مش عارف، هنا عمل لي 75 على 100 عادي. طب بصيت في مثال ثالث عشان اتاكد واشوف ايه الفرق، لقيت برضه 25 معدل، برضه نفس الكلام 25، بصيت لقيت المكمل 75 عليا على 100. فملحوظه يا جماعه الكل اللي يسمع الفيديو، لو لقيت معدل 20
هتقسم ال 100 على 120، هتقسم 100 على 120، لو لقيت المعدل كام؟ 20. طب لو لقيته 25 او اي رقم غير ال 20 هتقول المكمل ليه؟ المكمل ليه؟ عشان ما حدش يتلخبط يا جماعه، اي كلمه بندقها لازم تكتبها، الكلمات اللي هي المعينه او الملحوظات اللي بكتبها لكم داي لازم تكتبها، لازم هي تكتب. القانون ده القسط الصافي بيساوي المبلغ في مكمل المعدل لو انا عايز اجيب القسط الصافي. المبلغ نفترض ان احنا مكان المبلغ نرمز عليه بالرمز الف، المبلغ بيه بالرمز الف في مكمل المعدل على مي بيساوي، يا ريت تكتب نفس الالفاظ اللي انا اعملها ده علشان هي لما تيجي تذاكر تتذكر تحت نفس الكلام، المعدل في مكمل المعدل على مي بيساوي، هيدي لك الناتج، الناتج هنا في القسط الصافي تمام. الثالث ألف في اللي هو المبلغ في مكمل المعدل على مي، وهكذا في اللي باقين كله عشان الحلقة ما تطولش يا جماعة، وهكذا فيها في الكل. ولكن المبلغ كل واحد مبلغه، مش انا اخد مثلا المبلغ ده مثلا 10,000 اخدهم 10,000 في الكل، لا، ولا كل شهر ليه مبلغ، كل شهرية ليه المبلغ، المعدل بس هو اللي ثابت، المعدل بس هو اللي ثابت. تعال نروح للمخصص، المخصص عايزين نجيبه، لو عايز اجيب المخصص انا تعال نكتب هنا الاول المخصص، لو عايز اجيب المخصص، المخصص بيساوي يا جماعة بيساوي القسط الصافي اللي انا جبته دلوقتي، القسط الصافي في، وبعد كده راح اعمل علامة قسمة برضه ده نفس الكلام. طيب بالنسبة للاثنى عشر، بالنسبة انا بتكلم عن الاثنى عشر يا جماعة، وبتكلم برضو اذا كان اول الشهر هقسم ايه على ايه، الارقام دي بنزلها لك ثابتة يعني ما فيهاش اي لعب، فيهاش اي لعب. هقول صفر على 12 اللي هم 12 شهر، صفر عليها 12 علشان اول الشهر، علشان هي اول الشهر. فانا علشان اجيب المخصص اقول ايه، القسط الصافي، الصافي في صفر على 12 وهيديني الناتج برضو هنا، هيديني الناتج هي هنا برضو. الكلام ده في كل الشهور، في كلية الشهور، القسط الصافي في 1/12 بالنسبة لشهر 2 واحد عليها 12، لان انا خلاص في اول الشهر قبضت شهر واحد خدته فيها في اول شهر 2، في اول شهر 2 خدتيها شهر واحد. برضو في شهر 3 القسط الصافي، الصافي في 2/12 بيساوي، يعني يا جماعة اللي انا عايزك تفهموا انه الارقام دي كلها ثابتة، اللي هو 0/12 لو كانت اذا كان اول كل شهر، هو بيحدد لك في الامتحان لو قال لك الطريقة الاثنى عشر بيحدد لك، بيقول لك اول الشهر، اول كل شهر، او اخر كل شهر. الارقام دي بالنسبة للمخصص ثابت، اللي هو اول شهر يناير 0/12، بعد كده فبراير اللي هي الشهر اللي قبله كام؟ واحد. الشهر مارس، الشهر اللي مارس، شهر مارس 3 صح؟ الشهر اللي قبل مارس كام؟ 2، يبقى هقول 2/12. شهر ابريل 4، الشهر كام اللي قبل 4؟ شهر 3، هقول 3 تمام؟ وهكذا في الكل، يعني اول شهر 0، ثاني شهر 1، ثالث شهر 2، رابع شهر 3، خامس شهر 4، سادس شهر 5، وهكذا في كل الحالات يا جماعه خلاص؟ ده بالنسبه للمخصص إذا كان أول كل شهر. تعال نروح إذا كان آخر الشهر اللي هو القسط الصافي، القسط الصافي والمخصص. القسط الصافي نفس الكلام، ألف اللي هو المبلغ في مكمل المعدل، نفس الكلام يا جماعة بالظبط على مي، وبيساوي نفس الكلام بالظبط. الشهر الثاني زي كده برضو، المبلغ في مكمل المعدل على مي بيساوي الناتج. بعد كده الشهر الثالث نفس الكلام، المبلغ في مكمل المعدل
على مين؟ بيساوي الناتج. كده عرفنا القصة الاسعف. عايزين نجيب المخصص اذا كان اخر كل شهر. نفس الكلام بس بدل ما صفر اقول واحد. القسط بالنسبة للمخصص القسط الصافي في واحد على اثنين على اتناشر. واحد عليا على اتناشر. ده بالنسبة في اول الشهر يناير يبقى انا اخذت اول شهر. شهر فبراير اخذ اثنين على اتناشر. اللي هو القسط الصافي. الصافي. في اثنين على اتناشر. برضو نفس الكلام في مارس شهر ثلاثة القسط الصافي في ثلاثة على اتناشر. يعني كل شهر يا جماعة هيكتب اسمه. أما إذا كان أول كل شهر هكتب رقم الشهر اللي قبله. يعني شهر ثلاثة هكتب رقم اثنين. شهر اثنين هكتب واحد. شهر واحد هكتب صفر. شهر عشرة هكتب تسعة اللي هي تسعة على اتناشر. خلاص هكتب تسعة على اتناشر في المخصص اللي بتكلم عليه المخصص. بالنسبة للقسط الصافي ثابت إذا كان أول الشهر أو آخر الشهر دول ثابتين زي ما هما. المبلغ في مكمل المعدل. أما بالنسبة للمخصص هيختلف. لو كان أول الشهر يبقى هكتب رقم الشهر اللي قبله على 12. هو رقم الشهر اللي قبله يناير في قبله لا يبقى صفر. شهر فبراير في كم واحد؟ في واحد يبقى واحد على 12. شهر مارس في كم قبله؟ اثنين يبقى اثنين. شهر عشرة أو شهر ستة شهر ستة شهر كم اللي قبله؟ شهر خمسة يبقى خمسة على 12. وهكذا في كلتا الحالات. خلاص اكتبوا المعلومات دي يا جماعة علشان ما تنساهاش عشان ما ترجعش للفيديو مرة تانية. لما تسمع مرة وتستفاد وتكتبوا لو عزتوا هترجع للي كاتبه. خلاص خلاص كده نحن خلصنا يا جماعة. خلصنا اول طريقة وهي طريقة هي الاسم 12. الكلام ده بيبقى ثابت في 12 شهر. بيبقى ثابت فيها في 12 شهر. ممكن يجيب لك يناير ومارس ويونيو اللي هو شهر 6. تبقى انت تشغل دماغ تقول يونيو لو كان اخر شهر هتقول المبلغ في مكمل المعدل. ده بالنسبة للقسط الصافي. في المخصص لو كان في اخر الشهر هتقول القسط الصافي اللي هو الناتج اللي طلع هنا في واحد على اتناشر. واحد على اتناشر دي ثابتة مش بتتغير. واحد على اتناشر ثابتة. اتنين على اتناشر ثابتة. تلاتة على اتناشر ثابتة. بس بالترتيب الشهور. بترتيبية الشهور. كنا احنا خلصنا اول طريقة يا جماعة. تعال ناخد تاني طريقة. وهي الطريقة الثمانية او الثمانين. البشاورة دي شكلها وحشة. كده خلصنا يا جماعة. خلصنا اول طريقة وهي طريقة الاثنى عشر. هناخد الطريقة الثانية ثانيا. الطريقة الثمانية. الثمانية معناها ثمانية يا جماعة. معناها هي ثمانية. طبعا الطريقة الثمانية دي زي ما قلنا جات في اكتر من امتحان. جات في امتحان 15 2015 وجات في امتحان 2019 وجات في امتحان 2020. جات في امتحانية 2020 السنة اللي فاتت. الدرس ده لازم يجي منه في الامتحان يا جماعة عشان محدش يقول لي انت ما قلتليش ليه. الدرس ده للناس اللي ما ذكرت شيء لازم تذكر الدرس ده عشان تضمن 20 درجة 25 درجة بالكثير او 30 درجة. عايزين نعرف الجدول الخاص بالجدول الخاص بالطريقة الثمانية. تعال نرسم الجدول. نرسم الجدول. انا مش عارف ليه سبت الجرام اصلا. تعال نرسم الجدول. الجدول مكون كالتالي. نفس الكلام اللي بدري. تمام. بس ليه خطوة واحدة مش اول شهر واخر الشهر. ليه ليه خطوة واحدة بس. جدول واحد ثابت. نرسم الجدول ده. ونرسم القسط التجاري. ونقسم ده بالنص. اللي هو القسط الصافي والمخصص. طبعا الجداول يا جماعة ستة. يعني ما فيش مش كل حاجة جدول. ده بس عشان الطريقة الثمانية هتتقسم لاربعة. هتتقسم هي لاربعة. يبقى الربع. الربع. وعندنا القسط التجاري. التجاري. وعندك القسط الصافي. الصافي. وعندي المخصص. عندي المخصص.
فيها صعوبة يا جماعة؟ ما فيش أي صعوبة خالص. بالنسبة للثمانية يا جماعة قلنا مش شهور، قلنا أربع. الربع الأول هم أربع أرباع بس ثابتين في أي امتحان، الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. دول ثابتين فيها في أي امتحان خاص بالطريقة الثمانية. سؤال والله سهل جدا وحرام ان هو يضيع عند اي حد يجيله، حرام يعني يضيع. عندنا المبالغ، المبلغ نفس الكلام بتاع الجدول اللي فات، المبلغ كل ربع طبعا للمبلغ لوحده، المبلغ المبلغ تمام. بالنسبه لقسط الصافي، القسط الصافي قلنا يا جماعه قلنا المبلغ في مكمل المعدل، المبلغ فيه في مكمل المعدل، وهو برضو القانون ثابت، القانونين هي ثابتين، هو القانون الاولاني بس الثابت في كله. اما بالنسبه للقانون الثاني بيتغير من جدول لجدول. خلاص القانون اللي هو القسط الصافي ده ثابت في جميع الجدول. فهقول المبلغ اللي هو الف في مكمل المعدل، المعدل علي على مين بيساوي، هيطلع لك الناتج. هنا نفس الكلام، الف في مكمل المعدل على مين بيساوي، برضو الثالث نفس الكلام. انا اكتب لكم كل حاجه يا جماعه علشان تدعوا لي، بس اهم حاجه دعواتكم. مكمل المعدل على مين، الف المبلغ في مكمل المعدل. بس يا جماعه يا ريت يعني اللايك للفيديو، يعني انت هتخسر ايه لو انت دوس لايك حتى لو ما تنزل الفيديو؟ انا مش زعلان لو انت ما تنزل الفيديو، بس هي يعني يا اخي دوس لايك على الفيديو وقول رايك. يعني جبنا ايه؟ جبنا القسط الصافي. عايزين نجيب المخصص، هنقول القسط الصافي، القسط الصافي، القسط الصافي ثابت يا جماعه، القسط هي الصافي، يعني هتكتب على طول في الكل القسط الصافي في اي جدول القسط الصافي، عشان حتى تاخد، حتى لو انت مش حافظ الباقي يعني تاخد نص الدرجة او اكتر من نص الدرجة. القسط الصافي خلاص، وتكتب فيه بعد كده قسمه بعد كده يساوي بعد كده النواتج تمام. بعد كده هقسم عليا بالظبط، هو قسمهم لي، هو اسم الطريقه هي الطريقه الثمانيه، يعني هقسم على 80، طالما الثمانيه هقسم على 80، الاثنى عشر هقسم على 12 تمام. الطريقه الاثنى عشر هقسم على 12، الطريقه الثمانيه هقسم على 80، الطريقه اللي هي ال 24 هقسم على 24. خلاص دي قواعد ثابته من الاسم بتاعها، من الاسم بتاعها. بس اللي من فوق او في المقام هيبقى ايه بالظبط؟ هنبدا بواحد، يعني الشهر الربع الاول هبدا بواحد، الربع الاول هيبدا بواحد، الربع الثاني هيبقى فردي، طالما بدانا بفردي هيبقى فردي اللي هو ثلاثه، الربع الثالث برضه فردي اللي هو كام؟ خمسه، الربع الرابع اللي هو اخر ربع كام؟ برضه فردي اللي هو سبعه، اللي هو ايه؟ سبعه، يعني واحد هزود اثنين يبقوا ثلاثه، هزود اثنين يبقوا خمسه، هزود سبعه، ازود اثنين يبقوا سبعه. كده يا جماعه خلصنا الجدول، هي الطريقه الثمانيه، هو جدول واحد بتكتب فيها البيانات ده. طيب في حاجه احنا لحد الوقت او انا ما قلتهاش في الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه، ايه هي الطريقه الاولى والطريقه الثانيه يا جماعه اللي انا ما قلتهاش؟ انه نحن هنجمع مخصص، هنجمع ايه؟ المخصص بس. يعني اللي عملناه في الطريقه الاولى والطريقه الثانيه بس هنكتب المخصص، مجموع المخصص، ونكتب مجموعه هنا، يعني هنجمع المخصص كله هينزل هنا تحت، ونكتب اقصاده مجموع المخصص. فيها صعوبة يا جماعة؟ ما فيش صعوبة، حتى في الطريقة الأولى اللي هي الاسم عشر هتعمل في الآخر خالص بعد الشهور والكلام ده كله، هتكتب مجموع المخصص وتنزل هي المجموع بتاع المجموع المخصص كله. خلاص؟ خلاص دي بالنسبة لي الطريقة الثمانية. تعالوا نروح للطريقة الأربعة والعشرين. الأربعة هي والعشرين، أنا قلت لكم بالأرقام بدل المغرب العربية وكل الناس عارفة والمستقلات والدنيا ده.
كل مرة متطور يا جماعة، جبت لكم بشاورة، جبت لكم قلم جديد، بدلع فيكم يعني، أهم حاجة دعواتكم. خلاص خلاص، أنا مش عارف ليه برد على نفسي أصلا. الطريقة الرابعة والعشرين، الطريقة والله لا تبقى 24 بس. الطريقة ايه يا جماعة؟ ال 24 هو هيحددها لك في المثال برضه، يقول لك ال 24 ايه. خلاص؟ هي برضه ليها جدول معين. نرسم الجدول، نرسم الجدول، نفس الجدول يا جماعة اللي احنا من الصبح نتكلم فيه أصلا. لو احنا من الصبح بنتكلم ايه؟ فيه. بس الجدول هيبقى ايه؟ الشهور، القسط اللي هو القسط التجاري، القسط السافر، والمخصص. وبعد كده هنيجي في الآخر خالص زي ما قلنا يا جماعة مجموع مخصص، عشان ما ننساوش مرة تانية والناس تشتم فيني، فنكتبه من البداية أصلا. خلاص؟ نكتب الشهور. الشهور هو الشهور فيه 24؟ لا مفيش 24، ده هم 12 شهر بس. أنا هقسم على ال 24، هقسم ايه؟ ال 24 القسط التجاري، القسط التجاري. القلم ده معمول له عمل، يعني أنا بكتب كده يكتب، طب بلف القلم بكتب كده مش بيكتب. مش عارف والله العظيم، الناس حسدتنا على القلم، حتى القلم جديد زي بعضه. بالنسبة لقسط الصافي، القسط الصافي عندنا المخصص. ما تيجي يا جماعة ناخد نكسب ثواب كده ونصلوا على النبي مع بعضنا كده. يلا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. بالنسبة للشهور، طبعا الشهور حد حافظهم؟ في ناس كتير ما حافظهمش، انا هكتب لكم نحفظهم مع بعض. يناير، فبراير اللي هو شهر 2 يا جماعة، شهر 3 مارس، شهر 4 ابريل اللي هو شهر انا طبعا، شهر 5 مايو، شهر 6 يونيو، شهر 7 يوليو، شهر 8 اغسطس، شهر 9 سبتمبر، تقريبا سبتمبر انا مش عارف، سبتمبر شهر 10 اكتوبر، شهر 11 نوفمبر، شهر 12 ديسمبر. كويس ان انا حافظ الشهور اصلا. بالنسبه للقسط التجاري، مو صبح نقول القسط التجاري يا جماعه المبلغ، يبقى هننزل المبلغ، المبلغ 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 المبلغ، ونكمل المبالغ لحد الاخر. انا ورايا غيركم اصلا. المبلغ المبلغ، تمام. بالنسبه للقسط الصافي قلنا القوانين بتاعته ايه؟ ثابت. القانون بتاعه ايه؟ ثابت، يعني المبلغ الف في مكمل المعدل، مكمل المعدل على مين؟ بيساوي الناتج. طبعا انت متخيل ان انا هكتب مكمل المعدل والمبلغ واقسم والدنيا دي على الثمان شهور؟ اقول لك لا، ولا انت مع نفسك على كده، انت ايه مع نفسك. خلاص. المبلغ اللي هو المبلغ بتاع شهر 12 بس، الشهر الثاني المبلغ بتاع الشهر الثاني بس، وهكذا في الكل. طب بالنسبه للمخصص اللي هو كنا نقول المخصص نحن نقول ايه؟ القسط الصافي، صح؟ صح، القسط الصافي. في هقسم كم على كم دلوقتي؟ حد فاكر؟ حد عارف؟ حد معرفش؟ طيب هنقسم 1/24 عشان الطريقة ال 24 يا جماعة، فأنا هقسم عليها 24. ده بالنسبة لأول شهر، بالنسبة إيه؟ الأول شهر. طب بالنسبة للشهر الثاني اللي هو القسط الصافي، في الشهر الثاني هقول 2 على 24، هقول لك لا ما ينفعش تقول 2 على 24. ليه؟ لو وصلنا لحد الشهر 12 هقول 12 على 24، ما ينفعش، ما تجيش خالص. طب الحل، طيب الشهر 2 هجيبها ازاي؟ هقول لك طالما بدات في فرداني لازم تبدا في الكل فرداني، يعني طلبت بدات بواحد يبقى اللي بعده 3 على 24. الشهر اللي بعده القسط الصافي، القسط الصافي، انت هتخلصوا لي القلم يا جماعه والله. القسط الصافي برضو عايزين فرداني اللي هو التلاتة، بعد التلاتة خمسة، هزود 2 يا جماعة، هزود هي 2. برضو الشهر اللي بعده مش هكتب القسط الصافي، الشهر اللي بعده هزود 2 على 5 يبقوا 7، 7 يا جماعة مش 5، 7 على 24. بعد كده اللي بعده،
بعد السبعة هزود اتنين يبقوا تسعة على 24. على طول يا جماعة الشهور كلها بالترتيب. لو هو طيب مديني شهور مش بالترتيب انا هركز احسبهم في دماغي، او عايز تكتبهم على جنب او صفحة في مسودة تكتبهم وترصهم زي كده مفيش اي مشكلة خالص. خلاص اهم حاجة تبقى ماشي بنظام وبترتيب. قلنا اول شهر واحد على 24 فرداني، الشهور اللي هقسم بيها يا جماعة فرداني، فبراير هقسم على 3، مارس هقسم على 5، كل رقم هزود 2، كل رقم هزود 2 لحد الاخر باذن الله تعالى. كده خلصنا الحلقه. اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا. ناخد مثال ولا ما ناخدش؟ ناخد مثال عشان تبقى الحلقه بالمره طويله. ناخد هي مثال، مثال على القسط. طيب اخر كل شهر يبقى الاثنى عشر. الطريقه الاولانيه نسيب الجدول زي ما هو، نسيب الجدول زي ما هو بدل ما ارسم في الجدول والحوارات داي. تمام، يا ريت يا جماعه تذاكروا، يعني بلاش ان الكسل انك انت تسمع الفيديو وتروح تنزل الفيديو. في ناس مش بتسمعه، تمام، وفي ناس بتسمعه ومش بتدوس اللايك، في ناس مش بتعلق اصلا ولا بعبرانش يعني. طب ليه؟ طيب ما تقول رايك، يعني انه الفيديو ده عجبك وما عجبكش قول رايك تشجعني حتى ان انا اصور والدنيا داي واظبط الامور. تمام تمام، يلا بينا نحل المثال يا جماعة. معانا مثال من 2016، مثال من 2016 على طريقة هي بالضبط على الطريقة الاثنى عشر. هي أول طريقة، احسب المخصص المحجوز لعام 2015 باستخدام طريقة الاثنى عشر للأقساط. 60 ألف جنيه شهر يناير. معانا شهر يناير، شهر مارس، شهر يوليو، شهر أغسطس، شهر أكتوبر، شهر ديسمبر. تعال نكتب الشهور، نكتب الشهور يا جماعة. عندنا شهر يناير، تمام، وعندنا الشهرين الثاني شهر مارس. أي حد يسمعني يا جماعة سمعوني، طيب ما فيش أي مشكلة. بعد شهر مارس يوليو، حد عارف يوليو يعني ايه؟ طيب يوليو شهر سبعة، تمام. الشهر اللي بعد يوليو أغسطس، أغسطس تمام، أغسطس كام؟ 8. عندنا شهر اكتوبر، اكتوبر كام؟ اكتوبر 10، تمام. بالنسبه للمخصص يا جماعه في ال 24 انا ما كتبتهاش، اكتبوها برضو علشان ما حدش ينسى، تمام. مجموع المخصص او عشان ما نسوش، مجموع المخصص وراح جايب المجموع بتاعه، تمام. شهر اكتوبر اخر شهر هو شهر ديسمبر، ديسمبر تمام تمام. بالنسبة لقسط التجارة هو مدينا المبالغ، المبالغ بتاع شهر يناير 60 ألف، شهر يناير 60، شهر مارس 240 ألف، ده مبلغ هايل، تمام، محسسني إن أنا هاخده يعني. شهر يوليو 180 ألف، غلبان. شهر أغسطس 300 ألف، لا برنس. هنعمل زي محمد هنيدي، أنت هتعمل إيداع كام؟ قال له 300 ألف، راح ضربه بكف ودخله من قدام، تمام. اكتوبر هديني كام؟ 600 ألف، لا ده انت المفروض تبقى اول واحد. شهر ديسمبر اخر شهر هيبقى 480 ألف، اللي هو المركز رقم 2 اصلا، تمام تمام. تعال نروح للقسط الصافي. القسط الصافي يا جماعه قلنا القانون بتاعه بيساوي المبلغ في مكمل المعدل. تعال نقرا السؤال عشان نعرف المعدل كام. احسب المخصص المحجوز لعام 2015 باستخدام طريقة الاثنى عشر للأقساط التجارية. كتبنا الأرقام والشهور، تمام، علما بأن القسط يسدد آخر كل شهر، يعني الشهر واحد هقسم على واحد، تمام، آخر كل شهر. والمصاريف 25% من القسط التجاري، 25%. يبقى أنا هقول المبلغ اللي هو 60 ألف في مكمل المعدل. مكمل المعدل هو مدوني 25، يبقى المكمل بتاعه كام؟ 75 على 100. بلا على حسب على طول يا جماعه، يلا يلا بينا. 15 ألف، لو قسمنا 60 ألف على 15 على الاربعه يا جماعه هيطلع بكام؟ 60 ألف على الاربعه هيطلع ب 15 ألف، صح؟ صح، 15 ألف. يبقى نحن كلهم الاربع 60 ألف، لو شلنا منهم 15 يبقى 45 ألف. هنحاول نحسب من غير آلة حاسبة، هحسب معاكم إياها من غير آلة حاسبة. طب المخصص بتاعه قلنا نجيبه إزاي؟ قلنا القسط الصافي اللي هم 45 ألف في
هنقسم واحد على كام؟ واحد على 12 عشان هم شهور، واحد عليه على 12 يبقى 45,000 في واحد على 12 هيساوي 3750. 3750 تمام. تعال على الشهر الثاني اللي هو 240,000. 240,000 في مكمل المعدل ثابت يا جماعه 75% تمام. وبعد كده بيساوي نقسمهم على 4، نقسم ولا نقسمش؟ نقسم. قسمناهم على 4 يدينا 60,000. 60,000 هناخد منهم ربع، 60,000 يعني هيفضل 180,000. 180,000 في اللي فاهم ان انا بحسبها ازاي وفي اللي مش فاهم خلاص. يبقى 240,000 خدنا منها ربع اللي هي 25% هيفضل كام؟ 180,000. فاقول 180,000 الشغل ده شغل على حسب يا جماعه، يعني هتضرب 240,000 في 75 على 100 هيدي لك كام؟ 180,000. انا واثق ان هو هيدي لك 180,000 في الشهر ده، شهر مارس يا جماعه. هيبقى شهر كام؟ شهر مارس شهر 3. فانا هقول 3 على 12، 3 عليا على 12 بيساوي علشان اخر كل شهر مساوية 3 على 12 نمسح ده كله 180,000 في 3 على 12 هيدينا كام؟ هيدينا 45,000. 45,000 اللي هو السنة اللي قبل الشهر اللي قبله مش مشكلة. يوليو قلنا المبلغ 180,000 في مكمل المعدل 75% على مين؟ تمام؟ نقسمهم على 4، نقسم ال 4 اللي هو 90 45,000. 45,000 شلناهم من دول يبقى 135,000. 135,000 أنا اللي بعمله يا جماعة إنه ال 100 لو قسمناها على 4 تطلع 25 صح؟ 25 هو الربع ال 100 صح؟ صح. يبقى نحن هنشيل نصهم الربع من ال 180,000، لو قسمناهم على 4 هيطلعوا ب 45,000، شلنا 45,000 من ال 180 هيديني 35، ده شغل من غير آلة حاسبة، لو عايز تحسبه بالآلة الحاسبة يطلع لك نفس الناتج برضه، 135، هنروح للمخصص هنقول 135 في الشهر اللي احنا بنحله ده شهر كام؟ شهر 7، هنقول 7 على 12 بتساوي 135,000. 135,000 في 7 على 12 هيطلع ب 78,750. 78,750 تمام. بعد كده نروح للشهر اغسطس اللي هو شهر 8 كم؟ 1300,000. حد يقسمهم لي على 4 بسرعه كده لو انت مركز معايا. 75 على مين؟ هنقسم ال 300 على 4 في 75، 75 نقسمهم ال 300 هيفضل 225، 225,000. 225,000 هقول 225,000 في شهر اغسطس شهر كام؟ شهر 8، هقول 8 على 12 بيساوي هقول 225,000 في 7 على 12 بالآلة حسب يلا 131,250. 131,250 تمام. نروح للشهر اكتوبر اللي هو 600,000 مبلغ والله في 75 على 100 هل هيطلع ضعف دول ان هم 450,000؟ نقسمهم على 4. حد عارف؟ حد عارف؟ مش حد عارف، انا ما عارفش اللي هم 450,000 اللي هم اصلا هي ربع دول، ربع دول ضعف دول، دول 300 طلعت ب 225، دول 600 يبقى ضعف دول اللي هم كام؟ 450,000. 450,000 تنزل هنا هضربهم مش هيطلع ضعف ده عشان محدش يقول لي ان هو هيطلع ضعف. شهر كام ده؟ شهر اكتوبر. هو شهر كام؟ 10. 10 على 12 بيساوي اخد 450,000 في 10 على 12 اقول يساوي 375,000. 375,000 تمام. تمام. نروح لاخر شهر اللي هم 480,000
في الربع 75%. في ناس هتقول الحل دي طيب، اقول له حاول. قال لو قسمنا 408 على 2 فيها 230، طب ال 230 قسمناهم على 2 هيفضل 115، اخصم 115 من ده هيفضل 365. حد فاهم الدنيا؟ مش فاهم، لو مش فاهم يحسب بلا حسب على طول. خلاص هيطلع 365. 365000 في 12 على 12 اللي فيها 1، فيها 1 يعني هينزل نفس الناتج. نجمع مجموع المخصص اللي هو ده هياخد الحاسبة كلها، تمام؟ مجموع المخصص ده كله هنجمع 3750 زائد 45000 زائد 78750 زائد 131250 زائد 375000. تركزوا في الآلة حاسبة، ربما الآلة حاسبة ما تكتبش رقم يا جماعة، لازم تركز على الآلة حاسبة. زائد كتبنا 375، آخر حاجة 365000. شوف الثلاثة مش بتكتب، فأنا بركز على الثلاثة. دوس يساوي، هيطلع 998000 750. كده يا جماعة الحل بتاعنا صح، علشان ماشيين بخطوات بالترتيب وبالتنسيق. كده نحن يا جماعة خلصنا امتحان 2016، تمام؟ خلصنا امتحان 2016 وخلصنا مادة التأمينات العامة للفرقة الثانية، طبعا شعبة مؤسسات وشعبة ضرب وايا كانت اي شعبة تاني. المهم ان احنا خلصنا مادة التأمينات العامة للفرقة الثانية الحلقة السادسة، الحمد لله بإذن الله خلصناها بفضل الله تعالى. لو مش مشترك في القناة زي ما قلنا اشترك في القناة، فعل الجرس، لايك للفيديو، كومنت برايك، شير الفيديو لكل اصحابك. ودي كانت حلقة النهاردة، اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.